هذه العملية النوعية تعود أطوارها إلى بحر هذا الأسبوع، حيث استندت إلى معلومات جد مؤكدة تلتها خطة مهنية محكمة تويش بتوقيف هذا الشخص على مشارف ولاية قسنطينة، مع حجز كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية بريغابالين 300 ميلي غرام ذات المنشأ الأجنبي بكمية تناهز 5600 كبسولة، مبالغ مالية، والمركبة المستعملة في تخزين ونقل هذه الممنوعات التي هيأها هذا المشتبه فيه بدقة وإحكام للإفلات من قبضة عناصرنا.